ب 25 جنيه، كنت جايب الخشن. فانا الخشن صراحة ربنا يعني استفدت منه اكتر، لاني بقيت ادي القص مباشر في بقه، غير الناعم تضطر تديله على الكلفة، وهتضطر تديله على مية الشرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل عليكم جميعا. معكم اخوكم سامي انور. ان شاء الله النهاردة هتكلم معاكم في فيديو جديد. الفيديو دوت هيخص الحمام داخل السلاكة او غية الفرخ. بالنسبة للمكون اللي انا هكلمه لحضراتكم عليه النهاردة، المكون دوت هيفيد معاك ثلاث حاجات. هيفيد معاك الزغلول، هيفيد معاك الاناث، هيفيد معاك الذكور. المكون دوت هيفيد الزغليل. بالنسبة للزغلول هيفيده في لين العظام، يعني اللي ظهر عنده حالات كساح مثلا للحمام او لين في العظام، ده هيفيده بالنسبة للزغلول. وبالنسبة للإناث اللي عنده أنثى بتبيض بيضة برشت، اللي هو البيض من غير قشر، هيفيد جدا معاه المنتج دوت. لو عندك نتاية ببيضها عزيز، يعني ايه بيضها عزيز؟ يعني بترمي الحصوايتين كل فين وفين، كل فين وفين اما يطلعوا لك زغلولين ويريحوا، ياخدوا مده كبيره، يعني تحس ان الموضوع طول قوي عبال ما يجيب لك، تروح رامي حصوايتين تاني. هيفيد معاك في القصه دي ان شاء الله النهارده. المنتج دوت بالنسبه للاناث هيفيد معاك في الاناث اللي قطعت بيض، اللي كانت شغاله وقطعت فجاه، ده هيفيد معاك جدا في الحاله دي. بالنسبه للاناث اللي بتبيض على البيض، في زوائد كالسيوم على البيض، على قشرة البيض كده تحس ان في زوائد كالسيوم، القشرة مش مظبوطة، هيفيد معاك برضو في الحالة دي. بالنسبة للإناث، ورافع جد قوي جدا للخصوبة، بيزود الرغبة، يرفع مستوى الخصوبة عند الإناث. بالنسبة للذكور هيفيد جامد جدا في حالة الذكورة اللي بتروق. بس اهم حاجة يا جماعة، ما يكونش الذكر اصلا في الاصل عقيم، ربنا رايد له ان هو عقيم من البداية، انما لو الفرد دوت اشتغل معاك مرة وبدأ بعد كده يروق، يكش يكون اشتغل مرة واحدة بس وبدأ بعد كده يروق، دوت المنتج دوت هيشغل لك الذكر دوت تاني. ولو عندك الذكر مثلا تلاقي حصوية مروقة او حصوية لا، نفس القصة، هيشغل برضو معاك المنتج دوت، هيشتغل معاك كويس جدا. المنتج دوت داخل السلاكة لا غنى عنه. بالنسبة في اضافة تانية للزغلول، بيبني الهيكل العضلي للزغلول. يعني ايه بيبني الهيكل العضلي للزغلول؟ لانه هو اساسا فاتح كمان للشهية، فهيظبط. المنتج دوت عبارة عن ايه؟ المنتج دوت منتج رغم ان هو زهيد السعر، سعره رخيص، الا ان هو فوائده يمكن كبيرة جدا. المنتج دوت اسمه ثنائي فوسفات الصوديوم، ثنائي فوسفات الصوديوم. المنتج دوت سعره 25 جنيه و30 جنيه. انا جبته مره باسم شركه، وفي كذا شركه منتجه له، شركه جبته منها 25 جنيه، وشركه جبته ب 30 جنيه. بس ده كان ده من انتاج شركه، وده كان انتاج شركه تانية. الحبيبات بتاعته ناعمه كده، عامله زي الرز، عامله زي الملح الخشن. ب 25 جنيه كنت جايب الخشن. فانا الخشن صراحه ربنا يعني استفدت منه اكتر، لاني بقيت ادي القص مباشر في بقه، غير الناعم تضطر تديله على الكلفه، وهتضطر تديله على ميه الشرب. المنتج دوت انا شغال به يمكن بقالي فترة كبيرة الحمد لله. يعني طيب طريقة استخدامه هيبقى على لتر المية نص معلقة شاي، نص معلقة شاي، المعلقة الصغيرة نصها، يعني تبقى مليانة ممسوحة، ما يبقاش بقى هرمي، مش مليانة بقى على اخرها، لا مليانة وممسوحة، وتتضاف على لتر المية وتتقلب كويس عشان ايه؟ يذوب، بس لحد ما يذوب في الماء ويتقدم للطيور. بالنسبة لتقديمه عن طريق الكلفة، لو انت حابب تقدمه عن طريق الكلفة، بتجيب معلقة اكل، معلقة الرز، وبتروح مليها على الاخر، وبتروح حاططها على 5 كيلو
الكلفه، وبتروح اهم حاجه يتقلب كويس في وسط الكلفه. فطبعا المنتج دوت ممكن تحطه على الكلفه، ممكن تحطه على الميه بالطريقه اللي انا قلتها لكم. انا بالنسبه لي انا ما بستخدمش ولا بالطريقه ديت ولا الطريقه دي، انا بستخدم بحط مباشره في بق الاسوس، بمسك النتايه او الذكر واروح فاتح بقها واروح حاطط لها، بس لازم اكون عندي الخشن، لازم يكون الموجود عندي النوع الخشن. بروح ماسك حبه كده في قيمه 4 حبات رز واروح جاي حاططهم في بق الذكر او النتايه، انما هو المفروض يتحط على الميه ويتحط على الكلفه. على الكلفه معلقه على 5 لتر، معلقه اكل كبيره على 5 كيلو كلفه، والميه نص معلقه شاي واضيفها على لتر الميه. اشوفكم في فيديو تاني جديد، وارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.